السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ. النهاردة معانا فيديو جديد عن حبوب بريمولوت إن والحمل. من الجدير بالذكر أولا أن عليك تجنب تناول أي نوع من الدواء أثناء فترة الحمل، وعدم تناول أي حبوب قبل الاستشارة الطبية كي تبعدي عنك خطر الإصابة بأي مضاعفات أو آثار جانبية. ومن هنا نود أن نوضح لك أن هذه الحبوب آمنة في فترة الحمل ولا تسبب إسقاط الجنين، بل أنها تعمل على تثبيت الحمل في الشهور الأولى. ولكن هناك العديد من الأطباء الذين ينبهون من تناول هذا الدواء أثناء الحمل أو إذا شعرت أنك حامل، لأنه من الممكن أن يؤثر على النمو وتطور الجنين، فمن الضروري أن تأخذي موافقة الطبيب قبل تناول هذا الدواء أو أي نوع دواء آخر. موانع الاستخدام: يحظر تناول هذا الدواء في حالات معينة، منها إذا كان لديك حساسية لأي مكون من هذه الأدوية، إذا كنت حامل أو تظنين أنك حامل، في حالة الرضاعة الطبيعية، إذا كنت تعانين من الصداع النصفي، إذا كنت تعانين من مشاكل في الكبد، إذا كنت تعانين من مرض السكري، إذا كنت تواجهين مشكلة تضخم بطانة الرحم، إذا كنت تعانين من مشاكل الدورة الدموية. الآثار الجانبية لهذا الدواء: مضاعفات وآثار جانبية عديدة، منها احتباس السوائل في الجسم، الغثيان والقيء، المعاناة من الصداع الشديد، ومواجهة مشاكل في الرؤية، والنزيف المهبلي. وأخيرا نود ونذكرك بضرورة استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء. في النهاية لو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك وكومنت وشاروا الفيديو مع أصدقائكم، وانتظروا مننا كل جديد في قناة الصحة والمطبخ.